الطباع جامعة فضلات سيئة السمعة. وفي أماكن الكثافة العالية للنمور تعلمت الضباع ملاحقة القطط آملة سرقة طعامها. ولكن نظرا للفرصة لم يتردد الضبع في قتل أحد الأشبال. من بين السبعة لواحم في الغابة الأفريقية، فإن النمر يكاد يكون في أسفل التسلسل الهرمي متفوقا فقط على الفهد. عادة ما تتراجع النمور عن الضباع، والاستثناء هو عندما تحمي الأم صغيرها. إنها بنصف وزن الضبع، لكن هذا لا يوقفها. يمنحها هجومها فرصة لتسلق شجرة آمنة، حيث لا يمكن للضبع أن يتبعها. وبعد زوال التهديد، تعود النمرة الأم إلى قيلولتها. فيخرج الشبل من مخبأه. يبلغ من العمر قرابة 8 أشهر وينمو بسرعة. لقد فطم بالكامل، لكنه لا يزال يعتمد على أمه من أجل اللحم. يجب أن تتركه ليصطاد. تمتد أرضها على طول النهر، فضفافه المتشابكة تشكل منطقة صيد رئيسية. تقوم بدوريات صامتة في مساراتها المألوفة، محددة منطقتها عن طريق وضع علامات الرائحة أثناء سيرها. فالمواد الكيميائية من الغدد في خديها مع الرائحة التي تتركها تجعل إناث النمور الأخرى تعرف أن هذه المنطقة مأخوذة. وعند رؤية قطيع من الضباع تنتقل إلى وضعية الصيد. القطة المثالية، إنها ماكرة شديدة الدهاء وتقتل بصمت.
يجب أن تكون على بعد أمتار قليلة من فريستها قبل الانقضاض. قدماها الخلفيتان تدوسان في آثار قدميها الأماميتين للحفاظ على السكون. نداء التحذير لقطيع الظباء ينبه الغزال في آخر ثانية. تنجح النمور ذات الصغار في صيدها بنسبة 30% من الوقت، أي ضعف نسبة نجاح النمور التي لا تملك صغارا. إن بقاء صغارها يعتمد على قدرتها على الصيد، سوف تبدأ مجددا. الغطاء النباتي المغذي على طول النهر يجذب الظباء بأعداد كبيرة، والقصب السميك يمنحها غطاء. دائما ما تكون الظباء في مجموعات، مما يعني المزيد من الأعين لرؤية الحيوانات المفترسة. في العراء لا توجد فرصة نجاح تقريبا للنمر، لكنها تعرف متى سيكونون أكثر ضعفا. بالنسبة للظباء يمكن أن يؤدي شرب المياه للموت في غمضة عين. من النادر العثور على الظباء اليقظة على بعد أكثر من بضع كيلومترات عن المياه خلال موسم الجفاف، مما يضعها مباشرة داخل أراضي النمور في أشهر الشتاء، وهذا ما تستفيد منه النمور بشكل كامل. يمكن للظباء القفز 3 أمتار في الهواء في أي لحظة، ولكن النمر كذلك. تغرس أنيابها التي بطول 5 سنتيمترات في القصبات الهوائية للظبي، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء. عضلات كتفها القوية بشكل مذهل تساعدها على جر الفريسة إلى أسفل الشجرة بعيداً عن أعين السارقين. ستضع الجثة في مأمن قبل إحضار شبلها وقيادته إلى الغنيمة. بينما تعتمد القطة الكبيرة كالنمور على المكر، يقوم أحد سكان الغابة بفعل الأشياء بشكل مختلف. غرير العسل، حيوانات ذات طاقة
اللونين الرمادي والأسود يعمل كعلامة تحذير لأي تهديدات محتملة. خط دفاعه الرئيسي هو هجوم جيد بغض النظر عن حجم العدو، لا استثناءات. يعرف غرير العسل بأنه أكثر الحيوانات التي لا تخاف على وجه الأرض. قلعته عضة تشبه اللدغة ومخالب حادة جدا وجلد لا يخترق تقريبا، فضفاض بما يكفي للالتفاف وتوجيه عضة وحشية حتى وهو مثبت على الأرض. تتراجع الأسود الشابة بعد تعلمها درسا مهما. فيما يستأنف الغرير طعامه سالما تماما. حان الوقت للتركيز على العشاء.